أقل من 100 يوم للوصول إلى البيت الأبيض، ترامب بتاريخه المثير للجدل، وهاريس تدخل من باب النائب إلى مرشحة رئاسية. انتخابات تعتبر الأكثر أهمية في التاريخ الأمريكي الحديث، وأبرز الأخبار نستعرضها في يوميات الانتخابات. كشفت حملة كامالا هاريس أنها تلقت أكثر من 10 ملايين دولار من التبرعات الشعبية بعد ساعات من الإعلان عن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، وهو كمرشح لمنصب نائب الرئيس. ألقى والز أول خطاب له بصفته نائب الرئيس الجديد لكامالا هاريس في فيلادلفيا مع حضور أكثر من 10,000 شخص. وفي كلمة لهاريس على المنصة وإلى جانبها والز، أكدت بعبارة سنكسب بنسلفانيا. ويخطط دونالد ترامب لإجراء مقابلة مع الملياردير إيلون ماسك الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم الاثنين. والخطوة جاءت بعد تأييد ماسك لترامب علنا خلال الفترة التي جاءت بعد إطلاق النار عليه خلال التجمع في بنسلفانيا في يوليو الماضي. لم تتضح تفاصيل المقابلة بعد، لكن وسائل التواصل الاجتماعي تنتظر اللقاء الذي يجمع شخصين من بين الأكثر متابعة وإثارة للجدل. لا يمتلك تيم والز المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس أي أسهم أو سندات أو عقارات وفقا لأحدث إفصاح مالي له. يبلغ راتب والز كحاكم لولاية مينيسوتا حوالي 127 ألف دولار سنويا، وإذا انتخب نائبا للرئيس في نوفمبر فسيحصل على راتب سنوي يبلغ حوالي 284 ألف دولار. هذا وتقدر فورد صافي ثروة جي دي فانس المرشح الجمهوري لرئاسة دونالد ترامب بما يتراوح ما بين 3 ملايين دولار و10 ملايين دولار.